فينا نرجع هيك نذكر بالعنوان للي ما بيعرف تحديدا المنطقه تيعرف كمان انه مين ما كان بيقدر يجي ويستمتع بهالنهار. اكيد مين ما كان بيقدر يكون موجود معنا. فيلاج دو باك بيدير ابي المخيتاريست بالحزميجي ب 11 نيسان نحن يعني ناطرينهم. اكيد رح تكون اختار وخلال النهار في يقدروا يتغدوا يمضوا وقت يعني كل شيء رح يكون موجود هون. في سناك صغير الساعه 12 ونص 1 ونص وتنتين ونص حسب الاولاد رح يجوا اكيد فواج نحن بننتبه وبنعرف يعني من اي عمر لاي عمر بيتهيأ لكم النشاطات يعني بيلايموا الاطفال يعني نحن بنقول من 5 ل 12 بس اكيد رح يكون في اصغر واكبر ما فينا نرفضهم وهالنهار لقلهم معلم نهتم فيهم اكيد في اكبر ما انا معزومه اكيد ما في شك بتكونوا انتم موجودين ما في شك ما دام انت موجوده يعني اكتمل نهارنا تسلم عم نحكي عن الحزميه روي وكمان غير الدعوه يلي توجهت لي بين ايدي المجله الخاصه فيكم وبنعرف قد ايه كمان في كونتاكتس قوي مع البلدان العربيه الاشقاء يلي بنوجه لهم تحيه وقد ايه في مستندات من الكويت حاليا صحيح يعني. صندوق النقد الكويتي كمان عم بيكون موجود وعم بيقدم المساعدات اللازمه انشاء القنوات والشبكات هي المجله عم تطلع شهريه ولا اكثر؟ لا هي فصليه كل ثلاث اشهر اوكي ما عرفت منين بدي ابرمها لا هي هيدا اول شيء صوت الاناضول يلي هو شعار البلده صح ورا حلوه باللون الاخضر وهيدا كمان احد الانجازات اللي عملتها بلديه الحزميه انه نحن تولينا تتضوى هالاناطير تتنظف وتتضوى بالشكل اللايق وحد منها كمان بتلاقي كلمه حزميه مكتوبه كمان حديد على 6 امتار كل حرف صحيح عم نشوفهم هون صحيح وعم نشوف هيدا العدد 20 للسنه الخامسه مظبوط ومثل هيك للتذكير انه هي فكره رئيس مجلس بلديه الحزميه السيد جان ليس اسمر اعداد وتنفيذ روي حرب شو بتتضمن اشياء وهل بس اولاد المنطقه هن اللي بيحصلوا عليها ولا بتتوزع بمناطق ثانيه؟ لا هي بالفعل الهدف الاساسي كان منها مثل ما بيطلب دائما مسيو اسمر انه نكون على تواصل مع الكل، يمكن في كثير ناس من ابناء الحزميه هن بيكونوا مقيمين خارج نطاق البلده منتشرين ضمن لبنان او حتى خارج لبنان، الهدف من هالمجله هي انه يضلوا على تواصل ونعزز الانتماء لهم بضمن الحزميه. من شان هيك بتشوفي انه مقسمه لعده اقسام، في منها النشاطات اللي بيقوم فيها الرئيس وخلال هذا العدد تحديدا كان مميز جدا لانه كنا عم ننهي سنه 2011 بجائزتين من جامعه الدول العربيه، جائزه الابداع التقني لصفحه صحيح. الانترنت واللي هي اليوم بطور التطوير ايضا، وجائزه رجل العام يلي اخذها مسيو جان اسمر رئيس المجلس البلدي. ايضا بتلاقي الى جانب نشاطات الرئاسه النشاطات اللي بتقوم فيها البلديه عم نشوف الصور للاشياء الحلوه اللي مرقت يعني اكيد بالعدد الجاي رح نشوف صور أكيد. من مهرجان الفصح اللي رح بيصير ب 11 الشهر هون كمان عم شوف انا مهرجان الميلاد وبعدين الشجره العملاقه يلي 12 متر كانت وهيك زينت مستديره الصياد وغيرها من الاشجار غيرها من الاشجار ولكن اطول وحده وين كانت؟ على مستديره الصياد مزبوط يعني حسب كانت 12 متر اما الاشجار الكبيره كانت بحدود 8 امتار وكان في حوالينا حوالي 750 شجره صغيره يعني كل شوارع الحزميه كانت وكان في كمان مهرجان الميلاد كان في مسرحيه اذا انتبهتي كان في الباراد نحن صار مثل كل سنه يعني مثل كوتيم عندنا انه كل سنه بدنا نعمل هالباراد نحن واهلنا بالحزمي لان ما فينا نفوت لكل البيوت تما ننسى بيت او شيء بنحب نعيد معهم قبل ما نعيد نحن ببيوتنا مزبوط. في الباراد وبعد جمعه كل سنه في مسرحيه لاطفالنا بيكون في شيء 500 طفل وطفله بيجوا بنحضر مسرحيه سوا وبياخذوا كادويات وبيروحوا وكل هالنشاطات اكيد بيكون في رئيس ومجلس بلديه الحزميه والمخاتير والفعاليات لما حكينا عن النشاط السابق كنا عم ننوه كثير بقصه الفالي باركينج يلي رح يسهلوا كثير على الناس، هل هن نفسهم او في هل الفالي باركينج استخدمناه كان على نويل لانه بتعرفي عاشقه عيد الميلاد قد ايه بتكون، فمنشان هيك في اكثر من 40 شخص فالي باركينج تواجدوا بشوارع الحزميه التجاريه. اليوم الحزميه عم بتجرب تحل هالمساله بشكل جذري من خلال الاستملاكات يلي عم تعملها البلديه لبعض القطع
على الارض والعقارات لحتى تحولها لمواقف عامه بالاضافه لتشجير طبيعي مش بس مواقف. وايضا بالنسبه للبارك ميتر يلي هو مشروع كمان عم يندرس على صعيد البلديه منشان يكون في مجال واسع لاصحاب المحلات انه يكونوا هن عم يقدروا يوقفوا زباينهم كمان، وابناء البلده يلي هن موجودين كمان يكون عم بيسحر لهم مطارح ليوقفوا. اما اللي بيميز هالمجال اللي بين ايديك فيمكن اكثر شيء اكثر من النشاطات اللي عم نحطها انما هو البيلان او الجردة الواردات والنفقات يلي عم بتكون موجودة ويلي عم تتوزع بالعالم. شفناها قد في واردات وهيك فينا نبقى على الخشب فمنشان هيك لحتى تنطال أكثر هالمجلة وتنقرأ أكثر عم بتكون موجودة على صفحة الإنترنت حزمية.gov.lb يلي ما بتوصل له بده يعذرنا لأنه نحن بنطبع كميات قليلة بيقدر يعمل لها داونلود عن صفحة الإنترنت. قد إيه عم بيكون في بركي أخذوا عطا مع بلديات ثانية بركي هيك يصير في تمازج تبادل الخبرات؟ اكيد هي بالاخر الحزميه هي عضو باتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي مع فرن الشباك والشياح وجاريه بعبده والحدد، وعلى صلات تواصل مع كل البلديات، صلات تواصل ومحبه مع كل البلديات اللي موجوده. ومسيو اسمر هو عنده شبكه علاقات مهمه مع كل رؤساء البلديات، مع منظمه التنميه الاداريه والمنظمه العربيه، فعم بيكون مش بس خبرات عم ناخذها من لبنان وانما عم ناخذ الخبرات من الخارج ايضا من خلال السفرات يلي بيشارك فيها، ان كان هلا مؤخرا على البرازيل او على فرنسا يلي بتنقم بواسطه السي جي ال يو يلي هي المكتب التقني العالمي يلي نحن ببلديه الحزميه عضو فيه. وبعدين ما بننسى قد في سفرات بمنطقه طبيعي الحزمية. طبيعي. غير انه هلا المول يلي رح بيكون الاكبر يمكن كمان تابع لبلديه الحزميه وغيرها من الاشياء المهمه، يعني مطاعم، محلات تجاريه، يعني بنحس انه واسعه وشامله لكثير من الامور. بالفعل مشان هيك قلنا انه تحولت من بلده صارت مدينه، ومدينه لاهم الاستثمارات، واخذنا لها شعار العراقه والتطور، يعني فعلا هي مدينه عريقه عمرها اكثر من 2300 سنه بما انه القناطر بيرجعوا ل 300 سنه قبل المسيح، ولكن اليوم نحن بالحزمية صرنا up to date أكثر لكل المشاريع، ومثل ما حضرتك ذكرت على مختلف الاستثمارات وعلى مختلف الأنواع يعني، وأهم المشاريع عم بتكون من حيث الحجم أو من حيث الأسماء موجودة عندنا ضمن نطاق البلد. مدام سيلفيا دعيبس، قبل ما نختم في شيء نسينا نقوله عن هالنشاط يلي محمس كتير أنت كمان عليه؟ هالنشاط يمكن في النشاط اللي عملناه على عيد الطفل، أجمل رسم وأجمل شعر وأجمل نثر عن قناطر زبيدي، اللي نحن بنفتخر أنه يكون في عنا هالمنطقة الأثرية بالحزمية وبنهتم. كان بين المدارس، وجمعة الماضي كان في لجان مختصة بها شيء، وهن اختاروا الاول بيجوا بعد 10 ايام بعد ما يرجع مدارسهم على دار البلديه مع اهليون مع المدراء المدارس تياخذوا جوائزهم. وبس نخلص من هالنشاطات نتحضر لنشاط صيفي يلي هو مهرجان الصيفي بالحزمي. نعم هيك بدنا نختم نحن وياكم وبنرجع للشعار، الشعار الحلو بهالكفر اصلا عم تشوفوا بيشوفوه المشاهدين على الشاشه. مها بنقول لك ثانك يو لك مدام سيديا دعيبس، موفقين وان شاء الله هيك بنلاقيكم بكل النشاطات، وكثروا نشاطات ونحن بنكثر اللقاءات. وروي حرب كمان بدنا نشكرك، وان شاء الله اللقاء الجاي بيكون عن كتاب جديد لإلك. ميرسي كثير لإلكم وميرسي للاوربت، ونحن من خلالكم هلا بدنا نعيد كل المشاهدين لو سلف، وبدنا نقول لهم فصح مجيد وين ما كانوا عم يتابعونا، ونحن بنعيدكم ونعيد كل السكان والقيمين على بلديه الحزميه من خلالكم. مشاهدينا متابعين نحن وياكم، ومن عنا زميلتنا رولا وقراءة لأبرز عناوين الصحف بالإضافة لتحقيق مع زميلنا بسام بعد بريك إعلاني.